المتأمل في جمالها يحار من أين يبدأ. إنها مصر، أم الدنيا ومهد الحضارات. تعرضت مصر للكثير من الضغوطات والاستعمارات على مدار التاريخ للنيل منها ومن شعبها، إلى أنها ظلت قوية عالية أبية مرفوعة الرأس. دخلها نبي الله موسى وعيسى ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام جميعا. يقول عنها المؤرخ اليوناني هيرودوت: مصر هبة النيل، وأنا أزيد أن مصر هبة النيل والمصريين. لا شك مشاهدينا الأعزاء أن أزمة صد النهضة هي حديث الساعة الآن. للحديث أكثر عن هذا الأمر يسعدنا ويشرفنا أن تستمعوا معنا إلى هذه اللقاءات، كونوا معنا وتابعوا. إحنا دلوقتي مقبلين على أزمة كبيرة تخص دول النيل، مصر والسودان، وهي أزمة صد النهضة. كيف ترى من يعني الرأي السعودي في هذا الأمر؟ الموقف المملكة العربية السعودية واضح جدا، رأي وموقف الملك سلمان حفظ الله، موقف ولي عهده محمد بن سلمان حفظ الله، الأمير محمد بن سلمان، وموقف واضح مع الحكومة المصرية وشعب مصر، وعلاقة تاريخية مع مصر. يعني الشعب السعودي أيضا يعني أكثر شعب يعني تربط ود وترابط هو الشعب المصري. نعم. تاريخيا أتكلم أنا، ونحن نقف مع مصر في حقها في سد النهضة، ولن نسمح يعني إنه مصر تخسر نقطة واحدة، نقطة. نعم. لن نسمح، وأي خيار تأخذ الحكومة المصرية إحنا نقف معها. نعم. أستاذ عبد الله، قول لي كيف ترى التوجه يعني المصري أو الرأي العام المصري بعد 10 سنوات من الثورة؟ يعني حضرتك كنت بتنزل مصر وبتشوف القاهرة، الوضع إيه؟ يعني عايزين نشوفها من زاوية السعودية. والله مصر فيها تغيير جذري، لكن لازم ننتظر. يعني في مشاريع إلى الآن طور التنفيذ، لازم تنتظر 3 سنوات 4 سنوات حتى ترى النور. الآن في طرق ضخمة جدا، الآن هاي واي يعني طرق معبدة بطريقة يعني حديثة، أصبحت مصر طرق السعودية يعني، وتنافس دول كثيرة، وأزمة الطرق والخنق يعني خفت الزحمة في القاهرة أيضا. وفي المشاريع أيضا اللي هي الزراعية، الآن مصر مقبلة على طفرة زراعية. نعم. يعني حترى النور خلال الصوب والمليون فدان والنخيل. مشروع يعني جبار، وهذه ثروة يعني حتكون رافد الاقتصاد المصري. نعم. والتغير أيضا في 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 معاملة المستثمر، تغير جذري وتغير كالتعامل يعني مش جيد، أصبح في تسهيلات، وكان المستثمر يعني يدخل مع المواطنين في مكان واحد، الآن مبنى خاص للمستثمرين، معاملة خاصة، يسمع صوتك بدقة، تسمع مشاكلك. المشاكل اللي صايرة في البلد إنه مشاكل المستثمر، حقوقه، واجباته، الآن في تغير حتى في الاستثمار. يعني كان الزام يكون مصري مستثمر، الآن تستطيع أن تكون أنت شركتك خاصة بدون أي شريك، أصبحت بقت في سهولة في التعامل جدا. أنا مش مع الحرب. ليه يا أستاذ؟ أقول لحضرتك، أولا إحنا معانا قيادة عالية قوي قوي قوي، وفكرة عالي جدا جدا، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. عنده سياسة جميلة قوي قوي في أنه يتعامل مع الآخرين بحكمة وبعقل. يعني أنا بحب الرئيس اللي بيتعامل بحكمة، مش بيتجه للحرب، لأن الحرب هيكون فيها خسائر كتير، يعني هيبقى في أرواح وهيبقى في خسائر في كل حاجة، حتى في اقتصاد البلد هترجع لورا سنين كتيرة قوي. فإحنا ما صدقنا إن إحنا نتقدم خطوات كبيرة لقدام وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجهود العظيم اللي هو عمله. كيف ترى الموقف السعودي في دعمه للموقف المصري في هذا الأمر؟ أولا طبعا أنا سعيد أن أكون معكم اليوم، وبالنسبة للموقف السعودي احنا كرجال اعمال او كاعلاميين طبعا نساند قرارات مصر في سد النهضة، ليس انا حتى نساند قرارات الحكومة السعودية الاول من بادرت ببيان انها تقف مع مصر قلبا وقالبا في مشكلة سد النهضة، خاصة ان مثلا التوافق السعودي المصري
توافق أو توأمة جميلة جدا من خلال كافة المشاهد السياسية أو المشاهد الاقتصادية. بخصوص طبعا المملكة العربية السعودية، هناك بيان صدر من المملكة العربية السعودية إنها تؤيد كافة الإجراءات التي تقوم بها مصر حكومة وشعبا بخصوص سد النهضة. لذلك احنا كإعلاميين ورجال أعمال نساند هذه القرارات ونساند أي قرار تتخذه جمهورية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه في حق المشروع. احنا نتكلم على حق مشروع في المياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن شعب الخليج، أنا من مؤيدي أدعم الحياة، أدعم حق مصر في مياه النيل. مصر والنيل لم يفترقوا ولن يفترقوا، وأنا مع حق مصر التاريخي في كل قطرة ماء من نيلها العظيم، وأدعم كل إجراءات وقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحصول على حق مصر التاريخي والأزلي في مياه نهر النيل. كلنا كعرب وكمسلمين نؤيد أي قرار يصدر من فخامة الرئيس. سير ونحن معاك يا رئيس، كل العرب معاك يا رئيس. شكرا، تحياتي لكم من الخليج. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم، أهلا وسهلا بكم مع نانسي مكي في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. النهاردة هنناقش معاكم قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية سد النهضة، والبيان اللي أصدرته وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم التي دعت فيه مواطنيها في الخارج إلى نشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه نهر النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم قضية مصر أمام العالم، والتي أيضا شكرت فيها الجاليات المصرية بالخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق مصر في مياه نهر النيل. فقد أطلقت وزيرة الهجرة شعارا أدعم الحياة أدعم حق مصر في مياه نهر النيل، وأيضا أيد المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري نفس الشعار لتبني الحملة. وأكد الدكتور عماد الدين محمود رئيس الهيئة العليا للمجلس أن معادن الرجال لا تظهر إلا في ذلك الوقت، ولقد تفاعل المجلس الاقتصادي في كل دول العالم بكل فروعه في 28 دولة مع قرار ونداء وزيرة الهجرة لدعم حق مصر في سد النهضة، واقفين خلف الرئيس قلبا وقالبا في كل قراراته بكل لغات العالم. بنرحب بضيفنا المستشار أشرف السبع، مستشار سياسي وعضو الهيئة الإدارية العليا بالمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج، وبداية تحية إجلال وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة شرفاء مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أستاذ أشرف، كنا عايزين نعرف الرسائل اللي قدمتها الدولة المصرية في ملف سد النهضة واللي تبنيها المجلس الاقتصادي العالمي. طبعا هو كان في رسائل خاصة قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحملها وزير أسد الخارجية معالي الوزير سامح شكري خلال جولته لعدد من الدول الأفريقية علشان يشرح تطورات ملف سد النهضة. وكانت أحدى زيارات بعض الدول دي مثل جزر القمر وكينيا وتونس وكونغو الديمقراطية، وطبعا تعتبر كينيا كدولة محورية لأنها عضو غير دائم في مجلس الأمن. فكان في رسالة خاصة من حملها معالي الوزير من السيد الرئيس لرئيس كينيا، وطبعا للوقوف على شرح والمفاوضات الخاصة بملف سد النهضة. وطبعا احنا كمجلس اقتصادي بنؤيد كافة الرسائل من الدولة المصرية. معنا مداخلة مع معالي الوزير. طيب اوكي استاذ اشرف، كنا عايزين نتكلم عن مظاهر التعند من الجانب الاثيوبي. تمام. هو طبعا بدات تظهر التعند دي من خلال مفاوضات واشنطن اللي حضر فيها بعض المتخصصين والمسؤولين من البنك الدولي في شؤون السد،
وطبعا كانت اثيوبيا حضرت جميع الجلسات، وطبعا في النهايه خالص في نهايه المطاف في جلسه التوقيع ما حضرتش. واحد المظاهر التعنت اللي كانت اثيوبيا بتمارسها ان هي حضرتك مثلا على يعني كانت عايزه دوله اثيوبيا في يعني في 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 مرحله ملء السد حضرتك يعني تبتدي بدري عن طريق اللي عن من خلال يعني تبتدي بدري عن الفيضان نفسه واخد بال حضرتك. فده طبعا هيأثر بالسلب على حصه مصر وحصه اثيوبيا. وبعدين كمان الموقف الغريب انها تقدمت لمجلس الامن بطلب من اخذ حصه في مياه النيل الازرق، وده طبعا مشكله كبيره جدا هتسبب لمصر والسودان. طب نطلع نشوف تقرير عن تأييد فخامة الرئيس في كل إجراءاته وقراراته في حق مصر التاريخي في قضية سد النهضة. Hi, I'm Juliet from Philippines. Yeah, I support Egypt's rights to the water of Nile. Egypt and Nile did not separate and will not be separated. I am from Egypt's historical rights to every drops of water for its great Nile. I support also the measures and all the decisions of Excellency President Abdel Fattah el-Sisi to obtain Egypt's historical and eternal rights to the water of Nile River. Thank you. Hi, this is Raj Jain from India, currently working in Dubai. We have always heard about the River Nile with Egypt. And we support River Nile, that every drop of water from the River Nile belongs to Egypt. River Nile and Egypt is one, and it cannot be separated. So we support for the River Nile. Thank you. I'm lawyer Abdulaziz, belonging to India. And we have a great relationship with Egypt and India from the very beginning. Regarding the River Nile, from the school days, we are used to hear Nile, it is a gift of God to Egypt. Nobody can enter into, nobody can climb it, nobody can take anything, even a drop of water, nobody has any right to take it. It is a property, it is the gift of Egypt. Inshallah, we will pray for that. ونرجع من الفاصل معنا مداخلة مع معالي الوزير أركان حرب أحمد الهيتمي نائب رئيس المجلس الاقتصادي. ونقول ألو. ألو معالي الوزير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير يا مسام، كل سنة طيبين وحضرتك طيب يا رب وبخير. سيادة الوزير، كنا عايزين حضرتك تكلمنا عن قضية سد النهضة والقرارات بتاعت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. هو احنا يعني المنطقة اللي احنا فيها يعني الحلم بتاع سيدنا يوسف اللي من 7 سنين يبقى في فيضان، من 7 سنين يبقى الميه اقل يعني. الحمد لله ان الزعيم جمال عبد الناصر عمل السد العالي، فكان ده يعتبر انقاذ للمنطقه يعني. ان احنا يجي لنا فيضان، كان الفيضان ده بيغرق الدنيا او الميه بتبقى قليله فترات، السد ده يعتبر عمل توازن للمنطقه بحيث ان هو ولا يضر اي دوله في افريقيا، والميه اللي هي بتبقى جايه مندفعه بتروح البحر احنا بنحجزها او بناخد جزء منها. فده كان الوضع اللي موجود، وده احسن وضع. اما هم فكروا في موضوع سد النهضه، ف هو فكروا ان هم يعني يولدوا كهرباء او كده. ف طبعا هو كل دوله بتدور على مصالحها، لكن لا تؤثر او تضر الدوله اخرى.
القوانين كلها دولية ان هي ما فيش ضرر من علينا يعني. فاذا كان هم كان المفروض يبقى في الاتفاقيات اللي اتعملت، وطبعا الرايه الكتير ده بشكره جدا ان هو صابر جدا عليهم. ولو عملنا مقارنه، وانا راجل عسكري، احنا عندنا الحمد لله قوه اكتر منهم يعني. يعني لو عملنا مقارنه بينهم كعسكريا، فاحنا الحمد لله رجالتنا وسلاحنا وحاجتنا امكانياتنا ان احنا، لكن طبعا الريس واخد اتجاه صح، عشان طبعا يقول لك العين دي ولا بالكفر يعني، ممكن يحصل صراعات بيننا وبينهم كتير وتستمر وتعمل مشاكل كتير يعني. لكن انا رايي ان احنا زي الريس قال ان الموقف العسكري ده يعتبر اخر حاجه، لكن انا بقول رايي ان احنا ندير عمليه سد النهضه يعني. لازم نفرض عليهم ان كل الاداره من هنا من مصر، وانا عندنا خبره يعني، الخبره عندنا اكثر منهم بكثير، وهم بنفسهم عايزين يعني بينقذوا. فاحنا اللي يدير السد ده لازم يكون خبراء مصريين، ويبقى الاتفاق كده يعني، لازم الخبراء المصريين هم اللي يديروا. فهي الميه ما بتدافعش، ما يقدرش اي سد يقف قدامها يعني. الميه لما تيجي نار جدا، ربنا كتبنا بيه ان هو في زي من عالي جدا، يبقى في دفاع قوي ممكن اي سد يقف. فعشان كده هم نفسهم مش هيقدروا يوقفوا السد، لازم يفتح عشان ما يحصلوش اي حاجه. فهنا لازم ينظم الموضوع، خبراء مصريين يكونوا موجودين في موضوع السد، بحيث ان هو لا يوقف يعني، يدفع المياه اللي هي توصل لنا ومستقبل حاجه عندنا وكده، بحيث يؤثر على حصتنا المائيه. فده احنا عندنا لو هم عايزين الاتجاه الصعب احنا جاهزين، لكن انا من رايي ان يبقى في اتفاق بيننا وبينهم، ويتفرض عليهم ان اللي يدير السد لازم يكون خبراء مصريين، ويبقى في كده، ويبقى في يعني حتى هيقتنع كل الاقليين وكل الدول الافريقيه هتقتنع بالفكره دي، بحيث ان هو هيعرف ان احنا فعلا احنا عارفين ان دولتنا ولا دوله محتاجه ولا دولة يعني دولة عادلة، ويكون في آخر الاتفاقية إن إحنا ندير هذا السد. تمام؟ تمام. ده رأيي يعني شخصي. وأنا شايف إن الرئيس الحمد لله بحكمته وبذكائه فهو ماشي يعني، وبإذن الله نوصل للنقطة دي. يعني وانا بشكر طبعا الدوله بخبرتها برئاستها ان هي ماشيه في الاتجاه الصح، وشكرا. شكرا لحضرتك سياده الوزير، نورتنا بالمداخله دي. طبعا كل التحيه لمعالي الوزير احمد حلمي الهيتمي، طبعا هو يعني راجل شخصيه محترمه جدا جدا، وهو نائب رئيس مجلس الاقتصاد العالمي ومستشار كليه القضاء والاركان، وهو فخر مصر وفخر القوات المسلحه. فتحية إجلال وتقدير لمعالي السيد اللواء أحمد حلمي الهيتمي فن. تمام، اتفضل. نطلع نشوف تقرير ونرجع تاني. أنا الخبير دكتور مهندس عبد الله خميس العقاد، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلسطيني الجنسية، أدعم حق مصر في مياه النيل. مصر والنيل لم يفترقا ولن يفترقا، وأنا مع حق مصر التاريخي في كل قطرة ماء من نيلها العظيم، وأدعم إجراءات وقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحصول على حق مصر التاريخي الأزلي في مياه نهر النيل. أنا اسمي هناء سعد، أنا مصرية، أنا من هنا من الإمارات، بقول إن مصر بلدي هي التاريخ، والنيل لحياة ملايين المصريين، وأنا بأؤيد وأدعم حق شعبي في مياه النيل، وأوافق وأؤيد
على كافة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه تجاه الأخطار المحيقة بنهر النيل. ورجعنا مع الفاصل ومعانا مداخلة مع دكتور عماد الدين محمود مساعد الوزير ورئيس المجلس الأعلى للمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار. دكتور عماد ألو. ألو مساء الخير. مساء النور. كل سنة طيبين، شكرا جزيلا. نورتنا يا دكتور عماد. الله يخليك يا فندم، شكرا ليك. تحياتي للمستشار والعملاق دكتور أشرف السبع مستشار المجلس الاقتصادي. جزيل الشكر يا دكتور عماد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك دكتور عماد. كنا عايزين حضرتك تكلمنا عن قضيه سد النهضه. نعم اتفضل. والله هو الحقيقه ابان ان اصدرت السيده وزيره الهجره بيانا قويا وفاعلا، وكان بمثابة نداء في كل أرجاء الوطن العربي والعالم، ونادت فيه للجاليات المصرية وأعضاء المجالس المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني. استجاب على الفور الحقيقة دكتور علاء جابر الحوشي المستشار القانوني ومفوض عام الشؤون العربية والإفريقية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وأيضا هو أحد أعضاء المرشحين لهيئة الأمم المتحدة في منظمة إنسان العالمية في الفترة القادمة. والحقيقة الدكتور علاء جابر الحوشي وأيضا الدكتور الفاضل والأخ العجيز الكبير الدكتور اللواء أركان حرب أحمد حلمي الهياتمي ومعالي الوزير صبري العدوي كانوا أجدروا تعليمات قوية بالإيجابية المباشرة والتفاعل مع قرار السيدة وزيرة الهجرة. الحقيقة الدكتور علاء جابر الحوشي كان هو أسرع من الجميع تلقائيا وفنيا، وجاب منطقة مجلس التعاون الخليجي وعمل جولات متعددة وعمل جسر نبض للرأي العام العربي والإفريقي والدولي والعالمي من خلال تواجده في دبي. حضرتك عارفة أن الإمارات العربية بتضم على أرضها ويقع عليها أكثر من 320 جنسية مختلفة. فالحقيقة الدكتور علاء عمل تقارير ووثق هذا الكلام وخد آراء، وفوجئنا أن كل العالم وليس مصر فقط إنما كل العالم بمختلف جنسياته يؤيد قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل إجراءاته، ويؤيد مطالب مصر الشرعية والتاريخية في حق مصر في نهر النيل، في مياه نهر النيل، الحق الأجلي والتاريخي المعروف والمعهود. وأيضا لن تخيل على الإدارة المصرية ولا على إدارات العالم المتخصص اللعبة اللي بتحاول تلعبها إثيوبيا مع دول أخرى، ونحن نعلم تماما أن هناك مؤامرة تحيق بمصر، إلا أن تلك المؤامرة سوف تحبط، بل وأحبطت بالفعل بفضل أعضاء المجلس المخلصين وأبناء مصر وأبناء الوطن، وبفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشجاعته وقراراته، وهذا الرجل الذي أجبر العالم كله على احترامه بإنجازاته وبتاريخه وتاريخه على أرض الواقع. ولن يزيد حتى لا تكون الشهادة مجروحة، إنما بنوجه الكل إنجازات رئيس الجمهورية على أرض الواقع واضحة وهي أشبه بالمعجزات، مما جعل لمصر الارتداد وأن تعود أيضا إلى مكانتها الحقيقية والتاريخية في كل شيء، فما بالك بنهر النيل. ونرى في التقارير اللي أرسلها المفوض العام للشؤون العربية والإفريقية المستشار دكتور علاء الحوشي مفوض عام الشؤون العربية والخارجية، هتلاقي تقارير من الخليج ومن الإمارات ومن السعودية ومن بنجلاديش ومن الصين ومن الهند ومن إنجلترا ومن ألمانيا ومن كل بلدان الدنيا ومن فلسطين، وكل على قلب رجل واحد يؤيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية ويؤيده في كافة إجراءاته وأيضا في مطالبته بحقوق مصر. والغريب والذي يؤكد أيضا على خلق رشيد للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة حكيمة وواعدة، أن كل العالم لم يخبر حتى في تقاريره على إثيوبيا إلا أن الرئيس ما زال صابرا وما زال حكيما وما زال يتعامل بخلق الحكماء في هذا الأمر رغم كل النداءات والمطالبات من كل جنسيات العالم. ولذلك أنا أرى
ان 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 الفعاليات هذه الفعاليات وهذه الايجابيات وهذه الكوكبه التي تتعامل في مع اعضاء المجلس في كل بلدان العالم وما يخرج منهم من تقارير وتأييد واشاده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي انما هو شرف عظيم لمصر، وتلك هي مصر الحقيقيه. حينما ان يكون لمصر زعيما يرفع بكرامتها علما جوار علمها ليؤكد هذه هي مصر، فهذا هو الزعيم الذي احبه العالم، انما لم يحبه الشعب المصري فقط، انما احبه العالم بالاجماع. وده اللي احنا شفناه على ارض الواقع. انا ما بقولش كلام، دي تقارير مرسله ومن على ارض الواقع وموثقه. حينما ان يكون لك زعيما في هذا المستوى من الخلق والحكمه والايجابيه والتطوير والنجاح والبناء، هنلاقي ايضا من المعجزات احد الجاليات الهنديه في دوله الامارات طلع في تقرير من حوالي 6 شهور قال ان الرئيس جمال عبد الناصر حرر مصر، وها هو اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني مصر بناء حميدا. وهذا الرجل حين يقرر هذا التقرير في دوله اجنبيه ويبث على العالم كله انما هو اعظم شرف لمصر، ودي الحقيقه بالفعل. النهارده عند رئيس الجمهوريه بيبني مصر بالفعل. فلن يقبل ولن نقبل ولن يقبل الرئيس اطلاقا ان يفرط في نقطه واحده من حق مصر في نهر النيل. دكتور عماد، حضرتك شايف اللي جاي ازاي بعد قرارات فخامه الرئيس؟ والله الكره واضحه ومعروفه، وانما لن يملك احد ان يجيد على حق مصر التاريخي. الرئيس قراراته واضحه، اجراءاته قويه، اخلاقه عظيمه وقويه ايضا في اجراءاته. ما هوش هو الرجل اللي من الممكن ان يستدرج الى اخطاء، انما هو قائد عظيم عارف كويس هو بيتعامل في الملف الجاي، عارف كويس الدنيا ماشيه ازاي، بيوفر رسالته بالشكل اللي يتفق مع الشرعيه والقوانين الدوليه والعالميه، لا مخالفه، وضع اثيوبيا امام العالم كله في حاله عراء وعدم التزام وكبرياء لا قيمه ولا قوامه له. ولذلك في كل الحالات وفي اي الحالات وعلى اي وجه من الاوجه ستنتشر مصر وستنتشر قرارات الرئيس وستنتشر اجراءات الرئيس بشعبه وبمسانده شعبه وبمسانده الامه العربيه، وده بان في التقارير اللي حضرتك طلعتيها من فلسطين ومن الجزائر ومن الامارات ومن الخليج باكمله ومن الهند حتى الاجانب. فبالتالي الرؤيه اللي انا شايفها هي رؤيه انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل المقاييس، وان تاخرت بعض الشيء انما هي الحكمه السياسيه وهي احترام القوانين الدوليه المعترف بها، وده اللي هو اتخذه الطريق الصحيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لا يلومن احدا مصر. وحين ان تهب مصر يهب من خلف الرئيس الشعب المصري والعربي باكره وراء رئيس الجمهوريه، لان الرئيس ايضا نجح في زمن قياسي جدا على ان يثبت حبه لهذا البلد وللوطن العربي وافريقيا، وايضا احبه العالم كله اكثر مما يتخيل اي بشر، ودي الحقيقه اللي على ارض الواقع. فلذلك الرؤيه انا مش قلقان، قد يكون هناك توترات على الساحه العربيه والمنطقه العربيه ملتهبه، ولن اكون قلق اطلاقا، لان عندنا زعيم اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلن نكون قلقين اطلاقا، لاننا نعلم انه في النهايه سينتشر الحق. هذا رجل دأب من بدايه توليه الحكم على احقاق الحق بكل كيانه. شكرا دكتور عماد، نورتنا وشرفتنا على الهواء. شكرا لمداخلة حضرتك معنا. سيادة المستشار أشرف السبع، عايزين حضرتك تكلمنا عن رسائل المجلس الاقتصادي عن قضية تسد النهضة. وطبعا المجلس بيقف خلف الرئيس قلبا وقالبا في كل قراراته في كل الدنيا وبكل لغات العالم. المجلس زي ما سيادتك سمعت من الدكتور عماد الدين محمود ان من خلال اعضاء المجلس بالخارج يعني اشتغلوا وابتدوا الناس يعني يتكلموا يبعتوا رسائل واضحة وصريحة لدعم موقف مصر في سد ملف سد النهضة. وطبعا دي حاجة إيجابية جدا إن كمان الخارج يعني المصريين بالخارج مهتمين بالشأن إيه المصري.
طبعا من هنا احنا بنوجه يعني برضو تحية لمعالي الوزيرة وزيرة الهجرة لحسها على الجاليات المصرية بالخارج وبالأخص الجالية الأمريكية، اللي طبعا الجالية الأمريكية عملت شغل جميل جدا وعملوا تصويب إلكتروني وصل لحوالي 70,000 واخد بال حضرتك، ومن خلال مذكرة حثوا الإدارة الأمريكية على الوقوف إلى جانب الموقف المصري، وده بالفعل حصل، والإدارة الأمريكية بعتت مبعوث ليها في الفترة اللي احنا يعني الحالية دلوقتي، وطبعا المفاوضات ماشية بإذن الله، ومصر لن تتنازل عن قطرة واحدة من مياه النيل. ورسالتنا لكل مصري اللي بيوجهها المجلس بقيادة معالي اللواء صبري العدوي، انك دافع عن حق مصر، يعني حق بلدك في قضية نهر النيل. وطبعا رسالتنا لدولة السودان، حان الآن الوقوف بجانب الدولة المصرية. وطبعا احنا الرسالة الثالثة اللي بيوجهها المجلس لأثيوبيا، مصر خط احمر، مياه مصر خط احمر. وطبعا انا يعني عايز اقول لسيادتك ان مصر عظيمة جدا جدا، ورسمنا مصر في قلوبنا، نخل ونيل وشعب اصيل، وصناك يا مصر طول الزمن، ويبقى شبابك ان شاء الله جير ولا جيد باذن الله. وبقول لسيادتك برضو، احب اقول لحضرتك ان لن تسقط دوله دعا عليها نبي وسكن فيها نبي وعاش على ارضها نبي، واخد بال حضرتك، واوصى باهلها نبي وتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى على ارضها. فان شاء الله مصر محفوظه بقيادات الدوله وفخامه السيد الرئيس، ونحن نقف خلف، يعني المجلس بيقف خلف قرارات الرئيس قلبا وقالبا باذن الله. معنا مداخلة، نقول ألو. دكتور علاء الحوشي، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور علاء. صباح الخير أستاذة نانسي، على حضرتك وعلى معالي المستشار أشرف ومشاهدينك ومتابعينك الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير. دكتور علاء الحوشي، المستشار القانوني بدولة الإمارات العربية والمفوض العام للشؤون العربية والخارجية للمجلس الاقتصادي لمنطقة الخليج. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور علاء، إيه رؤية حضرتك في وثائق، وشايف وجهة نظر حضرتك إزاي في التقارير الجبارة القوية اللي فخامة الرئيس أصدرها؟ طيب فندم، أنا بس كنت حابب أبدأ بتحياتي لتحيات المصريين في الخارج إلى أمل الأمة المصرية والعربية الرئيس السيسي، اللي بيمثل اليوم النهارده صمام الامان والدفاع عن الوجود في ظل ما تعج به المنطقه من حروب وصراعات. المتامل يا فندم للي بيحصل على حدود مصر من كافه الجهات، يستطيع ان يتبين بوضوح مدى خطوره الاوضاع. تمام. طب بخصوص ما يحدث في الجنوب، غني عن التعريف ما هو النيل بالنسبه لمصر. والذين يريدون ان يعبثوا بامن مصر المائي لم يقرأوا التاريخ جيدا. إن النيل الذي يتدفق منذ ملايين السنين فيظل يتدفق، فهو الحياة، شاء من شاء وأبى من أبى. وأن الرئيس كان واضحا حينما أكد أنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة. فبالفعل يا فندم، فوفق بيان وزارة الخارجية وبيان الأمان العامة للمجلس الاقتصادي العالمي برئاسة معالي الوزير اللواء أركان حرب صبري العدوي، ومعالي الوزير اللواء حرب احمد حلمي الهياتمي، ومعالي الاستاذ الدكتور عماد الدين محمود، احنا بالفعل من لحظه ما استلمنا التوجيهات دي تحركنا، اتفضل، وجابنا دعم كبير جدا من كل الشعوب، ومنها على سبيل المثال من الصين والهند والفلبين وانجلترا وشعوب دول الخليج وكافه المصريين في الخارج. تمام. قاموا جميعا وعملوا تسجيلات ووثقوا دعمهم لمصر في حقها التاريخي في مياه النيل. احنا بنقول يا فندم النهارده ان الموقف الاثيوبي المتعنت غير مبرر ومستهجن ومخالف للقانون الدولي والعقل والمنطق، وان الهدف الحقيقي من وراء بناء سد النهضه هو السيطره على النهر واستخدام هذه السيطره كاداه سياسيه واستراتيجيه لهيمنه اثيوبيا على القرن الافريقي. كما ان ايضا رفض اثيوبيا ابرام اي اتفاق ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضه مع مصر والسودان بيعني بشكل واضح تفريغ اي مفاوضات جرت بين الاطراف الثلاثه خلال العشر سنوات اللي فاتت من قيمتها واعتبارها كان لم تكن. احنا النهارده وصلنا لنهايه المطاف والملء الثاني يقترب، واثيوبيا تريد اتفاق جزئي بشان الملء الثاني فقط.
وخطورة هذا الاتفاق الجزئي أن المياه أن المياه في خزان السد هتكون وصلت 18.5 مليار متر مكعب، وحينها في الوقت ده مش هيكون عند مصر أي بدائل غير التعامل مع السد إلا التفاوض. وأثيوبيا بالفعل مش هتقدم أي جديد لأنها عملت ده في خلال 10 سنين اللي فاتوا. فإحنا بنقول يا فندم إن وصول المياه في خزان السد ب 18.5 مليار متر مكعب ده هيكسب السد حصانة، وإن شاء الله ده اللي هيحصل. أكيد. طب دكتور علاء، عايزين حضرتك تقول لنا شايف الرأي العام في الشارع الإماراتي إزاي؟ لا طبعا، هو كل دول الخليج وكل دول العالم شايفين وعارفين كويس قوي إن مصر إن النيل ده إن مصر يعني هي هبة النيل، وإن النيل ده مش شيء مهم لمصر، لا ده هو عصب الحياة، وإن مفيش حاجة اسمها نهر النيل بدون مصر، ومفيش مصر بدون نهر النيل. فده شيء بيحظى بدعم كبير جدا من كل دول العالم ومن كل دول الخليج. وكمان الرسائل اللي بتوصل لنا تحديدا بعد احنا ما وضحنا الملف ده كويس قوي، لان احنا استلمنا مواد كثيره قوي من مجلس الاقتصاد العالمي من معالي الدكتور عماد الدين محمود، وضح لنا فيها ازاي نتعامل مع كل دول العالم ونوضح رؤيه مصر ونوضح احقيه مصر في مياه نهر النيل. فلا طبعا الناس شايفه وعارفين كويس قوي ان وفق قواعد القانون الدولي ان في حق مصر ثابت وواضح من ملايين السنين، مئات السنين، يعني الامر مش محتاج الى ايضاح بقدر ما هو ان ده حق راسخ ومستقر لمصر. يعني حضرتك بعت لنا تقارير لجنسيات مختلفه، عايزين نعرف ردود الافعال في الشارع الاماراتي. ما انا بقول لحضرتك انا كمان بعت تقارير لجنسيات كثيره من الامارات والسعوديه والبحرين والكويت وعمان، كل دول الخليج والدول العربيه بيدعموا موقف مصر بشكل واضح في احقيتها في مياه نهر النيل. وكمان الناس بتقول لنا بشكل كبير كده ان احنا معاكم في اي اجراء وفي اي خيار هتتخذوه تتخذوا القياده المصريه حفاظا على حقوق مصر التاريخيه. لانه شكرا، تقريبا المكالمه اتقطعت. طبعا احنا بنشكر الدكتور علاء الحوشي مفوض عام الشؤون العربيه مجلس التعاون الخليجي على الدور الفعال اللي قام بيه في دول الخليج في دول الخليج كافه، والتقارير اللي هو تم ارسالها طبعا للمجلس، فطبعا دي حاجه مشرفه جدا جدا، وده بيتضح ان في وعي لدى المواطن الخليجي وكمان مش المصريين بس. فاحنا بنشكر الدكتور علاء على الدور الفعال اللي قام بيه، وكل التحيه ليه طبعا. اكيد طبعا. اوكي احنا نرجع تاني للدكتور علاء. بنشكر دكتور علاء طبعا على مداخلته معانا وتوضيح الرؤيه لكل مشاهدينا، وهنرجع تاني مع حضرته بس بنتواصل معاه. نطلع فاصل. اوكي طب خلاص دكتور علاء معانا. نقول الو. الو يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل دكتور علاء. انا كنت عايز اوضح كمان ان في تحول نوعي قرأ على الموقف الامريكي من ازمه سد النهضه، لكنه غير كافي. امريكا كانت بتقول ان حل الازمه لازم يتم من خلال الاتحاد الافريقي، لكنها ما مارستش اي ضغوط على اثيوبيا، ولكن ده اختلف الامر في بعد الزياره الاخيره من المبعوث الامريكي للقرن الافريقي. امريكا طلعت بيان حمل موقف جديد معاكس تماما لاثيوبيا بشان الازمه العرقيه، وطلبت بسرعه استئناف التفاوض الجاد فيما يخص موضوع السد. لكن ده طبعا لا يعني ان الاتفاق الملزم مع اثيوبيا اصبح في المتناول، اصبح سهل. لا طبعا، لان الموقف الامريكي تجاه اثيوبيا صحيح تغير، لكن مش بالقدر الكافي اللي احنا شايفينه اللي يدفع اثيوبيا لقبول التفاوض الجاد والتوقيع على الاتفاق ومشروع الاتفاق لمنح لاعطاء مصر واثيوبيا حقها الكامل وتحقيق الامن المائي في مياه نهر النيل. طب دكتور علاء، ردود افعالهم راجع لقراءات معينه ليهم كجاليات ولا عن قناعه من موقف فخامه الرئيس؟ لا طبعا، هو طبعا فخامه الرئيس بصفته داعم للامن القومي العربي بشكل كامل، فهم بيدعموا اي حاجه تخص مصر. طبعا ده بعد ما اقتنعوا باحقيه مصر في مياه نهر النيل، لان ده مش حاجه جديده احنا بنطالب بيها.
لا ده حق تاريخي وراسخ وثابت حتى في قواعد القانون الدولي مبدأ اسمه مبدأ الاخطار المسبق والتشاور، وده خاص بالانهار الدوليه. ما ينفعش اي دوله من دول المنبع انها تقيم اي انشاءات على نهر النيل دون اخطار مسبق لدول المصب. فده يعتبر تصرف منفرد مش هيضر بمصر، ده هيضر بمصر وبزراعه مصر وصناعه مصر، هيضر كل حاجه. فاحنا لا، فطبعا القياده السياسيه وضحت ان احنا لازم نثق في قيادتنا في كل الاجراءات اللي هتتخذها وهتحافظ بيها بموجبها على حقوق مصر التاريخيه في نهر النيل. احنا طبعا بنثق في القياده السياسيه وبنقف خلف القياده السياسيه في اي اجراء تتخذه وفي اي خيار تتخذه، واحنا جاهزين ومستعدين لاي حاجه الدوله المصريه تعملها، واحنا ورا الدوله المصريه ورا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان ده بمثابه تحديد المصير لمصر ولشعب مصر. شكرا دكتور علاء، بشكر حضرتك على مداخلتك معانا وتوضيح الرؤيه لينا. بشكر حضرتك المستشار اشرف السبع على وجود حضرتك معانا، نورتنا يا فندم. وبكده بننهي حلقتنا النهارده، ولكم جزيل الشكر وانتظر حلقات قادمه من برنامج حياتنا.